أولمبياد لوس أنجلوس 84 أنا كنت بلعب مع اللاعب الياماشا الياباني، وده لاعب قوي جدا وكنت أتمنى إن أنا ألعب معاه كويس، لكن للأسف لما حصل عنده قطع كروبات فأنا ما قدرتش ألعب على رجله وخسرت المباراة، وبسبب المباراة دي أخدت الفير بلايرز من اليونسكو. أهم حاجة في الرياضة يبقى فيها التسامح وفيها الأخلاق.